تتشعب إلى أزمات وعدد من القتلى في نوفمبر. مصر تأجيل جديد لإعلان تشكيل الحكومة. قال مراسل الجزيرة في اليمن إن شخصين قتلا وجرح 5 آخرون إثر تجدد القصف من قبل قوات نظام الرئيس صالح على أحياء سكنية في مدينة تعز. وأفاد المراسل أن المنطقة الغربية في المدينة تعرضت لقصف مدفعي عنيف. في هذه الأثناء ساد وقف لإطلاق النار منطقة دماج في محافظة صعدة بعد قصف جماعة الحوثي لها طوال يوم أمس. يتواصل القصف على تعز فيستعير أهلها شعار ثورة عربية في الجوار أسقطت حاكما قضى أكثر من 40 عاما في الحكم. يقولها اليمنيون من بعد الليبيين في تعز التي تتعرض لقصف وصفه أحد زعماء المعارضة بأنه يرقى لجرائم ضد الإنسانية. يهدد استمرار القصف بالخطر اتفاق نقل السلطة كما يقول رئيس الوزراء المكلف، فالقتل هناك متعمد برأيه لإفساد الاتفاق وربما نقضه. يتقدم المتظاهرون الغاضبون في الشارع أكثر فيندّدون بمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة من المحاكمة، ويؤكدون بأن ما تفعله قوته في تعز يوجب محاكمته وأعوانه. من يقتلنا الآن هي المبادرة الخليجية لأنها منحت ضمانة وحصانة للقاتل. يتحدث السكان عن قصف مدفعي على مناطق سكنية وعن حصار لآلاف الأسر بسبب استمرار القصف، بينما يرجع أحد رموز اللقاء المشترك المعارض القصف لتأخر تشكيل المجلس العسكري، وهو ما يفسره معارضون بعدم رغبة صالح وحزبه بتنفيذ اتفاق نقل السلطة. لكن الحزب الحاكم يرد على ذلك باتهام حزب التجمع للإصلاح واللواء علي محسن بالزج بعناصر من تنظيم القاعدة إلى تعز بهدف إسقاط المبادرة الخليجية. الاتهامات المتبادلة تؤكد برأي مراقبين هشاشة الوضع في اليمن وممانعة البعض الوصول بالبلاد إلى بر الأمن، فتخرج مسيرات في العاصمة صنعاء لا للتضامن مع تعز وحسب، بل لتحميل الحزب الحاكم مسؤولية مآلات الأوضاع هناك. وإذا كان هذا شأن جنوب البلاد ووسطها، فإن ما يحدث في شمالها يجعل المرحلة الانتقالية المرجوة أكثر عسرا. هنا يبرز ملف الحوثيين مجددا، وهو ما سبق أن اتهم صالح باستخدامه لإقلاق دول الجوار. ففي منطقة دماج بصعدة ثمة قصف يقوم به الحوثيون، لكنهم يقولون إنهم لا يقصفون المنطقة ولا يحاصرونها، بل يستهدفون مجموعات مسلحة وصفوها بالتكفيرية. وذاك إن صح أو لم يصح، لا ينفي أن انفجار الأوضاع في الشمال والجنوب من شأنه تعطيل نقل السلطة، كما يعمل على ذلك ويسعى إليه البعض في اليمن كما يقول معارضون. هذا وقال مشاري النعيم مدير العلاقات الدولية بمجلس التعاون الخليجي إن المجلس لا دور له في تشكيل اللجان المختلفة ومنها اللجنة العسكرية، ونوه في برنامج وراء الخبر مساء اليوم إلى أن المجلس يراقب الموقف ويحث الأطراف على سرعة تشكيل اللجان باعتبار أنها تحمل العلاج الناجع للمشكلات الحالية. ليس مجلس التعاون الخليجي الآن في يعني في وارد تحميل المسؤولية على طرف. نحن قلنا وأوضحنا منذ البداية أن تطبيق المبادرة الخليجية وتنفيذها على الأرض هو أمر في يد الإخوة اليمنيين، ونحن سنراقب هذا الوضع وبالفعل نحن نراقبه. طيب الإخوة اليمنيون إلى الآن لم يعمدوا إلى تشكيل الآليات التي يمكن لهم عن طريقها تنفيذ المبادرة ومراقبة حسن تنفيذها. ونتابع الآن آخر تطورات الملف السوري.